بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي. منذ انطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 من يناير سقط مئات الشهداء وألاف المصابين، بدءا بشهداء ومصابي مليونيات الغضب وحتى ضحايا العنف في موقعة الجمل ومسبيرو ومحمد محمود وأحداث مجلس الوزراء. وعلى مدار 20 شهرا عانى أهالي الشهداء والمصابين الأمرين مرارة محاكمات المتهمين بقتل المتظاهرين والتي لم تشفي غليلهم. وفي مساء الخميس الماضي أصدر رئيس الجمهورية إعلانا دستوريا جديدا وقوانين لتلبية مطالب أهالي المصابين والشهداء. قرر المادة الأولى تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارا بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين. فكيف يرى أهالي الشهداء والمصابون هذه القرارات؟ وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش، وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي، أموت أموت وبلدنا تعيش، أمانة تبصولي إيديها وتسلمولي على بلادي. ضمن القرارات اللي اتخذها الرئيس مرسي المعاشات الاستثنائية لأسر الشهداء والمصابين وإعادة المحاكمات. خلينا نعرف يا ترى أهالي الشهداء والمصابين شايفين ده ازاي. معنا النهاردة الأستاذة قشطة والدة رحمة شهيد جمعة الغضب أهلا بحضرتك. أستاذ تامر رضوان شقيق الشهيد شريف السويس. الأستاذ محمود عادل عبد الرؤوف مصاب في موقعة الجمل، أهلا بك أستاذ محمود. أهلا وسهلا. ورضا زهير مصاب في شارع محمد محمود ومن يطلقون عليه حرارة 2، أهلا بك يا رضا. أهلا. يعني أبدأ يمكن بأستاذ قشطة، خليني أعرف إيه اللي حصل معاكم من يوم ما رحمة استشهدت وانتقلت إلى رحمة الله. والله يا أستاذ إحنا يعني إحنا متقبلين أي حاجة من ساعة ما انتخبنا السيد مرسي، ف المحاكمات دي كلها بصينا لنا كله بياخد براءات فيها في كل اي حته بتعدل فيها متظاهرين خدوا براءات، ما لناش ولا واحد يتحاكم. فالقرار اللي هو بتاع يوم الخميس دون ده احنا هنشوف. هو قال هيتعادل محاكمات تاني، وهو فعلا من يوم مسك قال انا فعلا دم الشهداء في رقبتي، واحنا متقبلين دون ولعل خير ان شاء الله. القرار ده يعني انت وجد صدى عند حضرتك؟ يعني وجد ارتياح عندك قعدت المحاكمات مره ثانيه؟ والله هو من يوم ما مسك البلد وقال هو ريحني عامه، بس ما بس لسه ما شفناش حاجه. بس تامر هل تواصلوا معاك المجلس القومي لرعايه اسر الشهداء والمصابين؟ للاسف يا استاذ عمرو احنا محافظه السويس غير اي محافظه. انا جاي لحضرتك النهارده وساب السويس في حاله تفحم هناك ومظاهرات من امبارح بسبب قرارات الرئيس محمد مرسي. طبعا القرارات دي زينا زي باقي الشعب، نسبه الاغلبيه العظمى رافضين القرارات دي كلها. فيما يخص اسر الشهداء منهم قرار اعاده التحقيقات، هي مش محتاجه اعاده تحقيق، احنا بقالنا سنتين يا استاذ عمرو المفروض في حاجه اسمها محاكمين ثوريه، اعاده تحقيق في حاجات اصلا ما فيش ليها ادله، والنائب العام اعترف النهارده ان ما فيش ادله مقدمه، لجنة تفصيل حقيقي بنفسها المكونة من مجموعة مستشارين
ما فيش ادله هيقدموها خالص. المجلس القومي لاسر الشهداء برئاسه الاستاذ حسن صابر بتجاهل جميع اسر الشهداء. الكلام ده عن مسؤوليتي من السويس لباقي المحافظات. ما فيش دور تفعيلي ليهم هم خالص. هو حسن صابر استقال ما يقال بعد التحيات الا هو كلام لتهدئه الشارع في الوقت اللي بيحصل فيه كلام. بس هي مش فيش اي حاجه هتحصل الايام اللي جايه. شعب السويس نفسه متحفظ على الرئيس محمد مرسي من بدايه ما كان جانا السويس قبل المظاهرات قبل الانتخابات. وجانا السويس وقعد معانا وجلس معانا عشان خاطر رئاسه والانتخابات وان هو ينجح. ووعدنا ان هو دم الشهداء هيكون اول حاجه في رقبته. وعايز اقول لك يا استاذ ولحضرتك ان الاخوان المسلمين هم اول ناس عرضوا الدية على اسر الشهداء. المتحدث الرئاسي محمود غزلان هم اول ناس عرضوا الدية على اسر الشهداء. فما اظنش ان الناس دي هم اللي هيجيبوا حق الشهداء. بالفعل في عيد السويس اللي كان شعب السويس كله مستني يعني مستني الرئيس محمد مرسي يشرفنا ويجي لنا السويس او مستني اي ممثل من الحكومه. للاسف الشديد مفيش حد جانا في عيدنا. فدي حاجه اللي مزعله شعب السويس كله. والحاجه الاساسيه كمان استاذ محمود لكن انا اسمي عمرو استاذ عمرو لكن اسمح لي انا السؤال بتاعي هو فكره القرارات الاخيره الخاصه برفع المعاشات رفع الاموال اللي تمنح للشهداء وايضا للعاجزين وغيره وغيره. هل دي راحت ام لم تريح؟ لا والله القرارات الاخيره للدكتور مرسي يعني واولها قرارات إعادة المحاكمات كلها المحاكمات اللي حصلت محاكمات هزلية. ده من أول القرارات اللي بتضع أول خطة الثورة. أنا أحس كده لأن أصلا إحنا في محاكمتنا مثلا موقعة الجمل لم يتم محاكمة. يعني مثلا أقل شيء أنا متصاب في موقعة الجمل برصاص قناصة لم يتم شهادتي في جوه المحكمة. في واحد زميلي تاني اتصاب برضه بقناصة كان رقم 70 في الشهادة تم استبعاده. تم استبعاده من شهادة المحكمة. والمحكمة جابت شوية شهود كده ما نعرفش هم مين ولا حتى مصابين ولا حتى أهل الشهداء ولا كانوا موجودين في الواقعة وسابوهم يشهدوا وبوظوا القضية. واللواء حسن أنا آسف هقطعك معلش. طبعا جت لنا أنباء دلوقتي عن قيام حزب الحرية والعدالة بدعوة كافة القوى الوطنية والقوى المدنية للحوار. معنا على التليفون الاستاذ الدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي. ومعنا ايضا الاستاذ سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحريه والعداله وايضا محافظ كفر الشيخ. ابدا بالدكتور محمد ابو الغار. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. دكتور محمد ايوه اهلا بيك يا فندم. اولا يعني كيف ترى المشهد الان ورد ستك ايه على الدعوه اللي اعلنها حزب الحريه والعداله عن دعوته للحوار مع كافه القوى الوطنيه المدنيه؟ المشهد الان غايه في السوق. مصر انقسمت تماما ومن الصعب اصلاح الكسر اللي حصل في مصر. وانا اعتقد ان مفيش قوه في مصر ممكن تبني مصر. ولا الامن هيتصلح ولا الاقتصاد هيتصلح ولا اتصالاتنا بالعالم هتنفع الا لو الشعب المصري كله اشتغل كله بايد واحده عشان يعمل هذا الموضوع. والقرارات الاخيره للاخوان المسلمين كانت قرارات قاتله في مقتل. قتلت اي فرصه للحوار او التقدم. وهنعيش في العك ده لفترات طويله جدا الى ان يحل ربنا المشكله دي. طيب الدعوه يا فندم النهارده كان في اجتماع لكل القوى الوطنيه وتم الاتفاق على ان احنا مستعدين للحوار مع اي حد بشرط ان يوقف الرئيس مرسي القرارات اولا. من خبراتنا السابقه ان الحوار غير كده ملوش قيمه. وكلنا تم الاتفاق بين جميع الاحزاب والقوى السياسيه والوطنيه عن ذلك. احنا عاوزين مصر تعدي وما عندناش مانع لاي حوار. انما ما ينفعش حوار تحت تهديد هذا السيف وما فيش حد هيتحول. الجميع قرر ذلك بوضوح شديد. طيب دكتور طب خليك معايا لحظه يا فندم. استاذ سعد الحسيني اهلا بيك يا فندم. مهندس سعد الحسيني ايوه اهلا بيك. ازاي الصحه يا باشمهندس؟ ازي حضرتك؟ اهلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دلوقتي يعني دكتور محمد ابو الغار بيقول لا مانع من قبول الدعوه للحوار لكن بعد الغاء او ايقاف الاعلان الدستوري المكمل. كيف ترى يعني هذا الراي في ضوء يعني الدعوه التي اعلنها حزب الحريه والعداله للحوار مع كافه القوى المدنيه الوطنيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
الأمر الحالي لا شك الحوار هو وسيلة جيدة مطلوبة دائما، لكن أنا عايز أقول الاشتراط إن سحب الإعلان الدستوري أعتقد إن هو بيشد يعني باب الحوار. الإعلان الدستوري يعني باختصار بسيط ممكن أن ننتهي من آثاره اللي البعض بيرفضها بـ 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 بالانتهاء من الدستور. مجرد الانتهاء من الدستور كل شيء بيعود إلى نصابه، وللأسف الدستور نفسه كان جزء أعتقد أنه من مؤامرة، إن احنا ما نجد أن على مدار 5 أشهر ونص يتفق الجميع على كل شيء ويوقعون ثم ينسحبون فجأة بدون سبب ويتعللون بما وافقوا عليه ووقعوا عليه. معايا استاذ عمرو؟ معاك يا فندم. هذا امر مستغرب. انا عايز اقول ان 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 الامر في منتهى البساطه، الامر ان مصر احتاجت الى مرحله ثوريه جديده، لان احنا لقينا يعني ان الجميع او الكثير للاسف من اللي بيقولوا وتصدقوا الان أو يتكلموا عن استقلال القضاء والسيطرة على القضاء، إن سكتوا عند وثيقة السلمي، وسكتوا عندما المجلس العسكري مد الفترة الانتقالية شهور طويلة، وسكتوا عندما أعلن عن الإعلان الدستوري اللي أعلنه المجلس العسكري الإعلان المكمل، وأما الآن يقولون عن السطو على السلطة القضائية وتكلموا عن الدكتاتورية، ولم يسألوا أنفسهم من الذي اغتال بدم بارد السلطة التشريعية التي كانت من أكبر مكاسب الثورة. يعني ده يعني سؤال. وبعدين يعني ننتظر حتى أيضا يحل مجلس الشعب الشورى ويحل الجمعيات التأسيسية وتحرم وينتهك كمان الانتخابات الرئاسية ويلغى الإعلانات الدستورية، وكمان يشكك في الرئاسة كمان ويعزل الرئيس. يعني 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 الذين يشتكون منه الان هم الذين كانوا يشيرون في ركابه. للاسف على يعني احنا كده نخشى، اعتقد الرئيس خشى ان تضيع الدوله وان يضيع الاستقرار وان يضيع الامن وان تضيع التنميه. اكفي اقول لك يا استاذ عمرو ان الانتخابات تكلفت 1.5 مليار، يعني حرام حرام. الموازنه الان يعني العجز هيصل الى حوالي 180 مليار، يعني حرام. لا. يعني ان مصر وفي اشد حالات باشمهندس بعد اذنك خليك معي يا فندم عليك. دكتور ابو الغار، يعني استمعت الى كلام المهندس الاستاذ سعد الحسيني يعني فيما يخص فكره وجود شروط مسبقه للحوار يا فندم، هل لك تعقيب؟ الحقيقه كل القوى المدنيه كامله يا اما فرادى يا اما جماعات تلقوا دعوه من الدكتور موسي وقابلوه كلهم خلال الأسبوعين اللي فاتوا لمناقشة الأمر ومناقشة مشاكل، ولم يتطرق الأمر خالص إلى شيء من هذا القبيل مما حدث، ولم يؤخذ رأي أي حد ولو حتى فكرة عامة عن هذا الموضوع. أما موضوع القضاء فإحنا أول ناس ساندنا القضاء المستقل في 2005، وأول ناس وقفنا في الشارع وضربنا، واول ناس نزلوا في 25 يناير وكان الاخوان لسه ما نزلوش، فاتهمنا ان احنا مع سلطه فاسده او ضد. هذا الكلام ليس له اي اساس من الصحه، ومصر كلها عارفه هذا الكلام. ما حدث سوف يحسم مصر ويفرق مصر. لو مصر دي متحده هنبقى قوه عظيمه، كل واحد لوحده مش هيحصل اي حاجه. مهندس حسيني، يعني كلام الدكتور محمد ابو الغار يعني بيحمل ايضا يعني في طيه برضو يعني قبول لفكرة الحوار وفكرة لم الشمل، لكن يرى ان ما زال يرى ان الاعلان الدستوري يعني يثير المشكلة الرئيسية في هذا الموضوع، ليس فقط خاصة به ولكن ايضا باقي التيارات المدنية. فندم تفضل. هو لا شك فكرة يعني فكرة الحوار اكيد اي انسان عاقل زي الدكتور ابو الغار ما يرفض الحوار من حيث النبذ، بس هو الفكرة فلنجلس نتحاور لماذا حدث هذا، كل يقول حجته، قد نقنع بعض، لان الذي يقول على الدكتاتورية والاعتداء على سلطة القضاء لم يسأل نفسه هل هناك دكتاتور يحب الدساتير؟ الدكتاتور ما بيحبش اي دستور. هل هناك دكتاتور
يسعى الى حفاظ على صناعة دستور لمصر. ما فيش دكتاتور بيسعى لهذا. هل هناك دكتاتور يسعى بقرار؟ عفوا باشمهندس بعد اذنك، في هذا الاطار هل يعني اذا ما جلستم وتحاورتم واقتنعتم بفكرة التيار المدني الاخر بسحب الاعلان الدستوري، هل هذه الفكرة واردة؟ لا، هو الامر طبعا هيعود للرئيس، ما هو اللي هو طرف ولا اصدر هذا القرار اصلا. احنا انا كقياده من حزب الحريه والعداله سمعت عن الامر كما سمع الناس. يعني انا مش انا المفاوض بدل الرئيس. انا عايز اقول بس حاجه مهمه. اتفضل. هل هناك دكتاتور يسعى الى الحفاظ والاشراع وصيانه الدستور يقلص 60% من صلاحياته؟ يعني يراعي الجميع ماذا يحدث؟ هذا الدكتاتور يريد ان يحمي مؤسسه تشريعيه، ويريد ان يحمي الجمعيه التاسيسيه، ويريد ان يحمي حق مصر في الحصول على دستور يحقق الحريه والعداله والكرامه. هذا شيء لا يعقل. يعني كيف يعني يا اخواننا؟ نحن نعيش مرحله ثوريه مثل تقارب ما حدث في ثوره 20 يناير. ثوره 20 يناير اطاحت بالدستور واطاحت بالرئيس والسلطه التنفيذيه والسلطه وبالدستور اجمالا، ونحن في ثوره جديده ضد من يريد ان يعني يهدم مصر ويطيح للمؤسسات الدستوريه ويحرم مصر من صنع الدستور. هذا الشيء شيء في منتهى الغرابه. يعني الامر واضح جدا. وبعدين انا اقول لحضرتك ان ممكن الدستور يخلص في خلال 10 ايام وكل المآسات دي الكلام هذا او المندبه دي تنتهي. يعني الامر واضح جدا يا اخوانا. اقعد وانا بقولها يعني الجميع الذين انسحبوا توافقوا على كل شيء ووقعوا. ما الداعي الان لهذا؟ وبعدين احنا بنلاقي يعني يا استاذ عمرو، انا في مؤامره على البلد. احنا دلوقتي حرق مقرات الاخوان والشرطه في جميع انحاء مصر، والحزب لم تقبض على واحد ولم تمنع الذين يحرقون مؤسسات الدوله يحرقون المحلات. ده شيء مش عبث. ايه الثوار دول اللي نازلين بالمولوتوف؟ مش معقول. يعني ايه علاقه الثائر بالمولوتوف؟ يعني الثوره العظيمه نجحت بالصدور العاريه. مش دلوقتي البلطجيه مستاجرين في كل مكان، الثوار معروفين لكن البلطجيه مستاجرين في كل مكان. يعني ده شيء مش معقول. يعني طيب خليك معايا لحظه يا باشمهندس. يعني دكتور ابو الغار، يمكن يعني الكلام الذي يعني قاله المهندس سعد الحسيني دلوقتي بيفتح باب الحوار حوالين الشرعيه الثوريه والشرعيه الدستوريه التي تريدها القوى المدنيه. دكتور ابو الغار. مظبوط. نعم. شوف حضرتك، اولا المهندس وثانيا هل يعني موقفكم ايه من حرق مقر حزب الحريه والعداله على مستوى الجمهوريه؟ هقول لحضرتك. اتفضل. اولا المهندس سعد الحسيني قال ان هو لم يكن يعلم شيء عن هذا الاعلان الدستوري وليس مخولا بتغيير هذا الاعلان الدستوري، والرئيس هو المسؤول الوحيد. التفاوض لو في تفاوض هيكون مع الرئيس، لان حزب الحريه والعداله بيقول انه غير مخول بذلك عن طريق احد زعماء. نمرة اثنين، الدستور نحن مهتمين بالدستور ان يكون دستورا عظيما لمصر. مين قال ان احنا عاوزين ناخد دستور؟ احنا عاوزين دستور في اقرب فرصه وفي اسرع فرصه، لان احنا عاوزين مصر تتظبط ومصر تمشي وتتقدم. عمل دستور بهذه الطريقه وتعطيل جميع السلطات القضائيه امر لم يحدث في تاريخ مصر ولا في اي بلد شبه محترمه، ويؤدي الى دوله فاشيه 100% ويخصم مصر. اما حرق مقر الحريه والعداله فهذا امر سيء، واحنا النهارده طلعنا بيان واضح وصريح ندين حرق واتبعت لكل الصحف، ندين حرق اي مقرات الحزب الحريه والعداله، وندين ضرب الاستاذ ابو العز الحريري في اسكندريه والاستاذ الفخراني في المحله على ايدي الحريه والعداله. احنا لا نريد عنف ونريد سلام ولا نريد حرق على الاطلاق في اي حاجه. احنا عاوزين نحط ايدينا في ايدين كل الناس مع عشان نبني مصر. طيب مهندس سيد حسيني، تعقيب اخير يا فندم اتفضل. هو بس الاستاذ ابو الغار بيتكلم عن الفاشيه. ما انا بقول ايه الفاشيه دي اللي هدفها صناعه دستور يحقق الحريه والعداله؟ ايه الفاشيه دي اللي هدفها حمايه مؤسسه منتخبه؟ ايه الفاشيه دي اللي عايزه تحمي رئاسه منتخبه؟ ايه الفاشيه دي؟
ده غريب جدا ان بتتكلم بتستخدم هذه الالفاظ الضخمه الفاشيه والديكتاتوريه. ايه اذا النائب العام، النائب العام يعني الاف من المصريين اعتقلوا وعذبوا وهو لم يحرك ساكنا. النائب العام هذا، النائب العام انا وجدت فلول الحزب الوطني ومعركه الجمل حوالين النهارده في نادي القضاء. ايه موضوع النائب العام في قضيه انا قضيتي رفعتها على مدينتي عندما فشلت في ان اقدم استجواب في مجلس الشعب باربع سنوات، تقدمت لبلاغ للنائب العام. النائب العام حفظ التحقيق واضاع على مصر 30 مليار. مصر ما خدتش 10 جنيه في المتر وهم بيبيعوا 6000 جنيه المتر في الارض، يعني مش معقول. يعني النائب العام حمل فساد، والنائب العام قهر المصريين، والنائب العام جامل حسني مبارك. يعني ده شيء لا يعقل يا اخوانا. اخوانا الامور واضحه، احنا في مرحله ثوريه لم تنتهي بعد، لان للاسف يعني بعض دوائر القضاء، احنا طبعا احنا نكون بكل الاحترام لقضاء مصر العظيم، الجمعيه العموميه للقضاء اللي حمت الانتخابات 2000 و2005 و2010 وانتخابات اللي جه فيها مرشي وجه فيها مجلس الشعب 2011، لكن هناك للاسف قله ذبحت وتذبح مؤسسات مصر. ده شيء لا يعقل يا اخوانا، يعني شيء لا يعقل ان تهدم مصر ويسكت الرئيس وهو اقسم على احترام الدستور والقانون، وقال عده مرات انا الان سوف اتدخل لاحمي الثوره امام اهداف مصر ممن يريد ان يهدموا مصر راسا على عقب، ولا يحدث استقرار ولا تنميه ولا يعني الاموال اللي انفقت على انتخابات مجلس الشعب دي تكفي صنع 50,000 فرصه عمل لابنائنا وشبابنا المعذبين في كل انحاء مصر. مصر تريد ان تجتاز وتستقر، هناك من لا يريد ان تستقر مصر، ان تستقر وتصنع تنميه حقيقيه، ولا يريد لمصر ان تحظى بديمقراطيه حقيقيه. كلام لا بد من هذه القرارات الاستثنائيه الموجزه للوقت الشديد والمحدده الهدف بوضوح، وممكن القصه دي تنتهي في 15 يوم او في 12 يوم. اجلسوا واصنعوا الدستور، اذا كان عندكم مطالب ناقشوها، مش ما فيش مطالب ولا في حوارات موضوعيه. كلام واضح باشمهندس سعد الحسيني عضو المكتب التنفيذي لحزب الحريه والعداله ومحافظ كفر الشيخ، وشكرا جزيلا ايضا للدكتور محمد ابو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي. نطلع فاصل اعلاني ونرجع تاني نكمل حوارنا مع ضيوفنا في الاستوديو. اهلا بكم من جديد، وكنا بنتكلم لسه مع رضا. رضا، بعد ما رجعت من المانيا هل تم تنفيذ الوعود اللي وعدوك بيها؟ ما فيش الا هو الشيكه ب 500,000 طلبناها لما رحنا عشان نقابل حد فهو في رئاسه مجلس الوزراء، وقعدنا برضه مغلبيننا لسه صرف من قريب وهي معاش من 1 جنيه. بمناسبه بقى القرارات اللي الرئيس مرسي خدها، اذا اراد ان يحاكم مبارك والعدلي وستة مساعدينه فيحاكم نفسه اولا. بمعنى مين اللي قتل الشهداء في محمد محمود 2012 امس واول امس او اول امس؟ الاصابات انا 5 من زمان فقدهم في مستشفى القبطي. محمد جابر جيكا بطل محمد محمود من 2011 طلق قناصه في الراس. فبرضه انه عايزين نحاكم برضه الناس اللي قتلت الناس دي. زموم عايزين حاكم مبارك والعدلي عايزين برضه نحاكم الناس دي، الناس دي اللي هم الداخليه برئاسه مرسي واحمد جمال الدين. ست قشطه، حضرتك طلباتك ايه بقى دلوقتي؟ يعني انت النهارده عايزه ايه بعد مرور سنتين؟ وطبعا ما فيش حاجه بتعوض الضنا، ربنا يصبرك طبعا، بس انا عايز اعرف يعني انت. والله انا مش طالبين الا القصاص للي ماتوا كلهم.
مش لبنتي بس، للشباب اللي راحت كلها. ساريت يوفي بالكلمة دي يعني يا أستاذ عمر، على الأقل دي هتهدينا بقى. إنما إحنا مش عارفة، إحنا ما سايبينها على الله بقى، ثم عليه أما نشوف القرار اللي صدر دون ونشوف الأدلة اللي بيقول عليها. هما بيقولوا ما فيش أدلة. تامر، أنت هل أنت مع إعادة المحاكمات وده ممكن يحقق القصص؟ نعم السلام. انت مع المحاكمات، اعاده المحاكمات وده ممكن يحقق القصص؟ احنا مش مع القرار خالص يا عم. احنا بالنسبه لينا احنا السويس الاخص، احنا القضاء عندنا مات. احنا طالبين لتهدئه الشعب وتهدئه اسر الشهداء محاكمات ثوريه فوريه من الرئيس مرسي. ثوريه يعني ايه ثوريه؟ ثوريه يعني حضرتك استاذ عمرو وانت قاعد في بيتك وانا قاعد في بيتي والقاضي القاضي بتاع القضيه في كل محافظه اللي بيحكم بالعدل كان قاعد في بيته وشايف بعينيه ايه اللي بيحصل. الناس دي ما نزلتش ملائكه موتتها، الناس دي احنا معنا ادله صوره وصوت وفيديوهات بالقتل هم بيقتلوا. مفيش اي قرار حكم عادل بصورهم. بصورهم بصور مش من غير لا بصورهم. مفيش اي حكم. هي إيه دلوقتي محتاجه محاكمات ثوريه او حق الاسره، حق اسره الشهداء هياخدوه بايديهم. احنا في السويس توصلنا الاسبوع اللي فات ان احنا نوصل الموضوع تصاعدي دولي المحكمه الدوليه في سويسرا، وخدنا راي مستشارين والموضوع ده هينوصله فعلا دوليا. خلاص احنا ما عندناش اعتماد على القضاء المصري. قبل ما نطهر النائب العام كان المفروض اللي يطهر مش النائب العام، اللي جوه القضاء المصري دول المفروض ده بنحس للقضاء. نرجع لموضوع السويس استعم، انا عندي ملحوظه بس على جماعه الاخوان المسلمين. تدخلهم في جميع مؤسسات الدوله نفسها. انا مش عارف ليه وصلوا للوزاره، ليه وصلوا انهم يمسكوا مناصب حساسه في الدوله. يعني اخيرا يا استاذ عمرو الشعب السويس مظلوم، ملوش حظ معايا رئيس، ملوش حظ معايا رئيس. اخرهم محافظ تابع للحزب حرور العداله اللي هو سمير بدله عجلان وهو حاليا محافظ السويس. الراجل ده من ساعه ما جه السويس المظاهرات بدات، كان عندنا محافظ كفء عمل انجازات جامده واستحمل السويس وشال السويس وعمل انجازات اللي هو محمد عبد المنعم هاشم، عمل انجازات جامده وقت صعب وهو وقت الثوره مسك السويس وعمل فيها انجازات جامده. لغوه وجابوا احد اعضاء حزب الحرية والعدالة وهو اللي هو سمير بدر وهو سبب الاعتصامات في السويس دلوقتي. ليه؟ انا عايز اعرف. احنا عايزين نوصل لمصر مرحلة جميلة، مرحلة كويسة، نوصل اسر الشهداء ان يديهم حقهم بالقصاص. قولي يا تامر طلباتكم ايه؟ احنا طلباتنا يا استاذ عمرو بص، طلبات اسر الشهداء قصاص العادل. الحكومة والرئيس محمد مرسي مع احترامي ليهم بيبصوا لاسر الشهداء من ناحية الماديات، ماديات يبقى اسر شهداء. لا احنا اخر الناس بنفكر في الماديات، احنا بنفكر في القصاص العادل. زي باقي الدول العربية والاسلامية اللي عملت ثورات كنا انا احسن منهم في مصر، عملنا ثورة كبيرة وعظيمة العالم كله بيحكي عنها. احنا محتاجين محاكمات ثورية عاجلة عاجلة بحق اولادنا. كل واحد عارف مين اللي قتل، معنا سيديهات، معنا فيديوهات، معنا كل أدلة. محتاجين مركز مجلس قومي لرعاية أسر الشهداء بحق وحقيقي، مش التمثيل اللي موجود دلوقتي. احنا عندنا مصابين يا استاذ عمرو في السويس نسبة الإصابة كانت 50%، وصلت ل 95%، وصلت آخرهم الشهيد عادل زكريا. الشهيد عادل زكريا كان مصاب ولسه توفى من 4 شهور، مصاب كان محتاج رعاية. للأسف الشهيد الأستاذ حسني صابر تجاهل هذا المصاب لغاية ما سمعنا خبر وفاته من حوالي كام شهر، دخل قائمة الشهداء. مين في الحكومة أو مين في المجلس بيزور أسر الشهداء؟ مين بيزور المصابين؟ يروح يشوف المصاب ده محتاج إيه؟ يشوف أم الشهيد دي محتاجة إيه؟ لا، مفيش كلام ده بيحصل في مصر، إحنا غير الدول كلها اللي بتحصل بره. طيب، محمود، أولاً عايز أعملك تعليق على الإعلان الدستوري الأخير فيما يخص الشهداء، وبعدين أنت طلباتك إيه؟ والله هو تعليق على الإعلان الدستوري اللي هو بالنسبة للمادة الأولى إعادة المحاكمات وإقالة النائب العام اللي هو أصلا تسبب في إن المحاكمات تطلع بالشكل ده، أنا بأيد بنسبة 100% الإعلان ده، لأن ده هيعيد لنا المحاكمات اللي حصلت بطريقة تانية أيا كانت ثورية أو استثنائية أو سياسية.
واني حتى لما اصدر المجلس العسكري ابان في 30/6 الاعلان الدستوري بتاعه وصلى ثلث التشريع من الرئيس، مفيش اي حد يقف جنب الرئيس خالص من موجودين دلوقتي، مفيش اي حد يقف جنبه، كله قاعد يقول الرئيس انت مكتف مسلوب الصلاحيات، مفيش اي حد يقف جنبه خالص لحد ما ربنا وفقه وازاح العسكر وعمل اعلان دستوري لنفسه وبدا ان هو يحط دستور الدوله علشان يبدا يحط مؤسسات للدوله نبدا ايه نحاكم القتله دول. وكان مطلب ثوري كلنا كنا بننزل، حتى اخرنا في يوم 19/11/2012 اليوم الاثنين اللي فات كنا نازلين بنقول عايزين القصاص، وانا وكاني سمعت الدكتور مرسي سمعنا فقال لك هزر القانون ده ليه، فمش عارف الناس دي معترضه على القانون ده ليه، انتوا كنتوا بتطالبوا بالقانون ده اصلا، بتطالبوا بالمحاكمات دي باعاده المحاكمات الاستثنائيه والسياسيه وبتطالبوا بوكاله النائب العام، ترجعوا تنقلوا على الكلام ده ليه تاني؟ فهو ده كل يعني المحاكمات اللي حصلت محاكمات هزليه، يعني لدرجه ان حسن الويني في شهادته في موقعة الجمل قال انه لم يشاهد قناصه، فالقاضي بيقول له هل شاهدت اصابات او وقعت تحت عينك اصابات بالرصاص؟ قال له انا لو مشاهد اسلحه اصلا فمش بالطبيعي مش هلاقي اصابات بالرصاص الحي، طب انا مضروب بقناصه اعلى كوبري عبد المنعم رياض، مين اللي ضربه؟ اللي هو الخفي؟ الطرف الثالث. الادله معروفه. وانا متوسم خير لكن انا مش عايز اتوسم قوي كده لان عاوزين اكتر من القرار يطلع والمادة تنفيذ، لان كان المجلس العسكري برضو طلع قرارات بالنسبه لحكايه المعاشات دي طلعها من زمان وقال باثر رجعي من يناير 2011 ولكن لم يطبق حتى الان خالص. وكانوا مطلعين قرار برضو تاني لان في ناس مصابين كتير بيطالبوا بحكايه الشقق دي، برضو المجلس العسكري طلع قرار بان شقق لمصابي الثوره واهل الشهداء ولكن هو حبيس الادراج الان عند المحافظين. نعم. رضا انت طلباتك ايه وتعليقاتك ايه على المحاكمات اللي المفروض انها هتتم تاني لقاتله شهداء محمد محمود وغيره؟ تعليقي بالنسبه لمحاكمات مبارك والعدلي والست المساعدين ديت انا مؤيدها، بس انا اطالب بالغاء الاعلان الدستوري المكمل. لو الاعلان الدستوري المكمل ده اتطبق فعلا كده الرئيس مرسي ادى نفسه ان هو خلاص هو كده هو القضاء في مصر وكل حاجه فمبقاش لازمه قضاء عندنا. طلباتنا اللي احنا الناس ديت تلاقي عيش كريم عشان لولا دماء شهداء محمد محمود ومصابيه واحداث ثوره 25 يناير من الاول خالص ما كانش الرئيس مرسي التزم مع كرسي رئاسه الجمهوريه، لان خاصه احداث محمد محمود 2011 اللي ادت الفرصه وحديث انتخابات رئاسه في سبتمبر الماضي عام 2011 والغاء حكم المجلس العسكري والسلام على البلد والرجوع لسكناته. الناس ديت طالبها مش كتير، الناس ديت بتحلم عشان تحقق الحلم، خاصه شهداء او مصابين، الناس ديت حقنا لينا عند الرئيس ان احنا نلاقي حياه كريمه. الناس دي سيف لها معاشاتها شققها تعالى الطبيب بتاعها، اي نعم العين مش العين ملهاش ثمن ولا الروح لها ثمن، بس في حاجه اسمها لازم الاحسان بالجميل، كلمه شكر من المجتمع ومن الرئاسه خاصه لاهل شهداء مصابين الثوره. بس في تعليق اخير عن مظاهرات جمعه الغضب الماضيه اللي هي كانت امس، اللي هي انذار مش جمعه الغضب، هي كانت انذار لرئاسة الجمهورية بانها معناه ان الرئيس مرسي نازل خاطب في مصر الجديدة عند قصر الاتحادية قال لهم اهلي وجماعتي وعشيرتي وصفنا ان احنا بلطجية وجالنا تهديد من متحدث الاعلام باسم جماعة الاخوان المسلمين ان الناس دي بلطجية ومأجورين. كان مأجورين منين؟ انا مصاب ما بشوفش، هتأجر ليه؟ انا نازل ليه اساسا؟ نازل عشان حق اخواتي اللي ماتوا، على الاقل عشان حق محمد صالح اللي اتضرب بالنار قدام عيني قبل ما اعيش اشوف. حقوق الناس ديت لازم ترجع عشان الناس ديت ليها جميع المجتمع. احنا لازم يبقى في عرفان بالجميل في المجتمع لينا، وفي رساله احب اوصلها من اب شهيد لا داعي لذكر اسمه عشان ما طلبش مني دوت، بيحب يوصلها الرئيس مرسي، قال له انا حق ابني هيجي لي وانا مش ماشي من الميدان، والجمعه الجايه جمعه الغضب اللي فاتت كانت الانذار، ولازم يكون في عمل معنا ثابت وجدي وينفذ مش كلام بس على الورق، احنا عايزين عمل يتفعل مع شهداء مصابين الثوره خاصه والمعتقلين. اما
الرئيس مرسي عملنا حلو ومشي الدنيا تمام فكان الله في العون واحنا مدينا كعيد العون. غير ذلك هو ينضم لجماعه الاخوان المسلمين هو كده اصلا الشعب اتنين بقى اخوان وثوار. غير ذلك الجمعه الجايه يا ابو الشهيد ملوش مطلب الا مطلب واحد بس وهو ارحم الحكم. وفي ناس جديره كثير ان هي تحكم البلد ديت صح. بشكر جدا الست قشطه والده الشهيده رحمه والاستاذ تامر رضوان شقيق الشهيد شريف والاستاذ محمود عادل عبد الرؤوف مساب موقعات الجمل والاستاذ رضا زهير. واتمنى ان شاء الله باذن الله لمصر كل خير وسلامه. اتمنى ان العقلاء في هذه البلد يتكلموا عشان خاطر تهدى الاجواء. تهدى الاجواء، لازم الامور تهدى. العقلاء لازم ينزلوا، لازم يعملوا هدنه، لازم يحصل تضميد للجراح، لازم يتم تهدئه مصر اولا. الكلمه اللي انا قلتها في اول حلقه بقولها اخيرا، مصر اولا وفوق كل شيء. شكرا جزيلا، تصبحوا على خير. انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، انا بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي، انا بحبك يا بلادي. قولوا لامي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة تبصولي إيها وتسلمولي على بلادي. البرنامج برعاية